السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ الوحدة الثالثة، بتتكلم عن تحليل ووصف وتصميم الوظائف. الهدف من هذه الوحدة، بعد دراسة هذه الوحدة، يجب أن يكون الدارس قادرا على يتعرف عن مفهوم وأهمية تحليل الوظيفة، يدرك الفرق بين تحليل وتصميم الوظيفة، يعرف ما هي الخطوات الواجب اتباعها لتحليل الوظيفة، ثم تذكر مزايا وضع تصميم جيد للوظيفة. بالنسبة للعناصر تشملها الوحدة، ما هي تحليل الوظائف، أهمية تحليل الوظائف، خطوات تحليل الوظائف، ما هي تصميم الوظائف، المزايا المصاحبة للتصميم الجيد للوظيفة. بالنسبة للجزئية الأولى، ما هي تحليل الوظائف؟ وتعني تحديد وتسجيل المعلومات المرتبطة بكل من طبيعة الوظيفة، كالمهام التي تتكون منها الوظيفة، الواجبات ومسؤولياتها، وظروف العمل المحيطة بها، بالإضافة أنها بتحدد الشروط الواجب توفرها في الفرد شاغل هذه الوظيفة. من هذا التعريف بنخلص ان تحليل الوظيفة يشمل على نوعين من المعلومات: وصف الوظيفة، ووصف الوظيفة ما هو الا قائمة بيحتوي على مجموعة من المعلومات، مسمى الوظيفة، الأعمال والواجبات التي تشتمل عليها الوظيفة، السلطات والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة، الظروف المحيطة بالوظيفة، الأدوات المستخدمة لأداء الوظيفة، معايير الأداء التي على أساسها يتم تقييم أداء شاغل هذه الوظيفة، مثل المعايير الكمية والنوعية والوقت، ثم توضح العلاقة والاتصالات مع الوظائف الأخرى. الجزئية الثانية بشمال التحليل، مواصفات شغل الوظيفة، تركز على الخصائص المطلوب توفرها في الشخص الذي سوف يقوم بشغل هذه الوظيفة. تتمثل هذه الخصائص في مستوى التعليم، الخبرة، السمات الشخصية زي القدرات، استعداد الذهني، الذكاء، الهوايات الشخصية. طبعا من هذا الحقيقة أحب ألفت النظر لجزئيتين، نحن بنفرق بين ثلاث مفاهيم: تصميم وظيفة، تحليل وظيفة، توصيف وظيفة، عشان ما يحصلش خلط عند الطالب. تصميم وظيفة عبارة عن الأنشطة أو الأعمال اللي يقوم بيها كل فرد، سواء هيقوم بيها فرد أو يقوم بيها مجموعة. وإن في التصميم تجاوب لي على عدة تساؤلات: من هو الشخص القائم بهذه الوظيفة؟ ما هي الخصائص الواجب توفرها فيه؟ ماذا؟ ما هي طبيعة الأعمال اللي يقوم بها شاغل هذه الوظيفة؟ أين؟ موقع الوظيفة داخل الهيكل التنظيمي؟ متى؟ قلنا الوقت المستغرق في أداء هذه الوظيفة؟ كيف؟ طريقة الأداء والأسلوب اللي أدى بها هذه الوظيفة؟ طبعا لماذا؟ ما هو الهدف نسعى لتحقيقه من هذه الوظيفة؟ تحليل الوظيفة وتفتيت الوظيفة لعناصرها، ونوجد علاقة بين كل عنصر والعناصر الأخرى. توصيف الوظيفة عبارة عن كشف بيحتوي على مجموعة من المعلومات، اللي زي ما قلناها مسمى الوظيفة، وبعدين الدرجة الوظيفية بتاعتها، وبعدين الأعمال والواجبات والمسؤوليات والمواصفات شغل الوظيفة، والمجهود تشمل طبعا الخبرة والمجهود ظروف العمل والادوات المستخدمه، كل اللي احنا قلناه ده عشان بس ايه. ولكن في ارتباط وثيق بين الثلاثه مع بعض، زي ما بقول كده مخرجات عمليه التحليل هي مدخلات عمليه التوصيف، ومخرجات التحليل والتوصيف مدخلات عمليه تقييم الوظيفه.
تعال نشوف أهمية تحليل الوظيفة. وضحنا هذه الأهمية في شكل معين، ندينا بصورة أبسط وأسهل لنعرف. أولا فدني في تخطيط الموارد البشرية. احنا قلنا مخطط الموارد البشرية لازم يكون عنده معلومات، وبالتالي في ضوء هذه المعلومات يقدر يحدد الأعداد المطلوبة والمهارة المطلوبة. هذه المعلومات بيستقيها منين؟ من تحليل الوظيفة. أيضا عملية الاستقطاب، الاستقطاب والاختيار من سوق العمل أيضا لازم تتوافر عنده معلومات، معلومات عن الأعداد قد إيه والمهارات، ما هي الشروط الواجب توفرها، وما هي طبيعة العمل هيقوم بيها اللي بناء عليها بيختار العدد والمهارة. تطوير التنظيم ينتج عنه أيضا متغيرات. تطوير دوت هيبقى فين؟ فانه مستوى المستويات، وما هي النتائج المترتبة عليه. فطبعا عشان يعرف البيانات ويقدر يحدد الأعداد المطلوبة واللازم ليها يرجع لتحليل الوظيفة. تقييم الأداء، ومحتاجة معايير إن أنا أقيس بيها أداء الفرد. المعايير بتاعي هنا اللي هو الموجودة، الأعمال والواجبات اللي أقوم بيها الموجودة في تحليل الوظيفة. تدريب، عشان أضع الخطة التدريبية والعملية التدريبية لازم أعرف بيانات عن كل وظيفة، شروط شغلها والأعمال اللي أقوم بيها، عشان أحدد ما هي الاحتياجات التدريبية اللازمة لهذه الوظيفة. تحديد الأجور والحوافز، احنا قلنا إن البيانات اللي باخدها من تحليل وتوصيف الوظيفة اللي بعتمد عليها في إعداد تقييم الوظائف. فطبعا عشان أحدد الأجر العادي والحافز لازم أعرف ما هي أعباء الوظيفة وما هي الشروط اللي يجب توفرها، ودي موجودة أيضا في تحليل الوظيفة. ترقية والنقل، عشان نرقي لازم أعرف إيه المعايير اللي هرقي على أساسها وأنقل، فالمعايير دي موجودة في تحليل الوظيفة. مثلا من رئيس قسم لمدير إدارة، عايزة عشان ترى ما هي الشروط الواجب توفرها في مدير اللي يترقى لوظيفة مدير، وبالتالي أقدر ماذا كان يصلح للوظيفة أم لا. وتبسيط الإجراء، تبسيط العمل، أشوف ما هي الأعمال اللي ممكن أبسطها وبالتالي ممكن تصلح معها هذه العمل. إذا بتفيدني أو لاحظنا في جميع وظائف إدارة الموارد البشرية، كل وظيفة بتقوم بيها مصدر معلومات هو التوصيف، تحليل وتوصيف الوظائف. هي الركيزة الأساسية اللي بناء عليها تعتمد عليها في رسم جميع استراتيجيات إدارة الموارد البشرية. هنشوف كده كل جزئية. قلنا تحليل وتصميم الوظيفة، توصيف الوظيفة بيفيدني في تخطيط الموارد البشرية. بنقول ان تفيد البيانات المجمعه حول طبيعه الوظيفه وواجباتها ومسؤوليتها اداره الموارد البشريه في تقدير الاحتياجات المستقبليه من الوظائف والافراد كما ونوعا. ايضا بتفيدها في تحديد المصادر التي ممكن ان تعتمد عليها في الحصول على احتياجاتها من الموارد من الافراد. يبقى بتفيدني في ايه؟ ان انا بقدر اقدم فدنا، ولا انا بقدر طبيعه العمل، ما هي مسؤولياته، ما هي واجباته. مع ان ذلك اقدر اعرف عبء العمل، عبء العمل ده محتاج كم شخص، محتاج انه نوع من المهاره. في الحاله دهيت ما البنات دي بتديني هذا المؤشر، وبناء عليها اقدر احدد منين ما هو سوق العمل اللي احصل منه على الكفاءه اللي انا عايزها. في الاستقطاب والاختيار، وان استقطاب معناها جذب الكفاءات، وان الاختيار معناها انتقاء افضل الكفاءات لشغل الوظائف، او بمعنى اخر توافق الفرد مع الوظيفة، توافر متطلبات الوظيفة، يعني توافر شروط الوظيفة في شخص تتوافق مع متطلبات الوظيفة. تحليل وتوصيف الوظائف بيفيدني، بتقدم لنا عملية تحليل الوظائف وصفا موسعا للوظيفة، ما هي الاعباء والمسؤوليات و محتوياتها وطبيعة الأنشطة وكل حاجة. ثم بتديني بيان أيضا تفصيلة عن خصائص الفرد اللي بيقوم بهذه الوظيفة، ما هي الشروط الواجب توفرها، نقول الخبرة، مستوى التعليم، السن، الحالة الاجتماعية، الدراسات السابقة اللي خدها، شخصيته، ميوله، استعداده، اتجاهاته إلى آخره. ومن ثم في إن عملية البحث عن الأفراد المناسبين للعمل واختيار الأفضل منهم يتم وفقا لعملية المقارنة بين هذه البيانات وبين مؤهلات المتقدمين ليها، وبناء عليها
ابتدي هنا بشوف انت قدم ليا مثلا عدد من الافراد وعايز افاضل بينهم، برجع ليه المعيار بتاعي البيانات الموجوده في تحليل الوظيفه، وبالتالي يبقى هنا معيار مفاضله موضوعي، وبالتالي يبقى انا رعيت الشروط اللي محتاجاها المنظمه بما تتوافق مع متطلبات كل وظيفه ومسؤوليه. نيجي في عمليه تقييم الاداء، ان تقييم الاداء هو قياس كفاءه الفرد لمعرفه مواطن القوه ومواطن الضعف. مواطن القوه اللي عشان ازودها ومواطن الضعف عشان اقومها، وتحديد ما هي، هل ما اذا كان متوافق مع العمل ولا لا. في نفس الوقت احدد برضو ان انا الشخص دوت مثلا الناس دول اقدر اعتمد عليهم مستقبلا ولا ما من الصعب، وما اذا كانوا محتاجين لتنميه مهارات ولا لا. فنقول تقييم الاداء ان ما يقدمه تحليل الوظائف من اعباء والتزامات وواجبات محدده، ما هو الا مجموعه من المعايير اللي ممكن اعتمد عليها لقياس وتقييم اداء الفرد. يعني بمعنى اصح اقيم اداؤه، عايز بقارن بين اداؤه الفعلي واداؤه النمطي. الاداء النمطي موجود فين؟ في الكشف ده تحليل وتوصيف الوظائف، بيقول له والله المفروض ما يجب ان يقوم به هذا الشخص هو ده. وبالتالي لما بقارن الاداء الفعلي بالمعيار بتاعي اقدر احدد مستوى اداؤه، هل ممتاز ولا جيد جدا ومتوسط ولا دون المستوى. نيجي مثلا في التدريب، قلنا التدريب له اربع اهداف رئيسيه بالاضافه لاهداف اخرى: زياده المعرفه الفكريه، اتقان المهاره الحاليه، اكساب الفرد مهارات جديده، تعديل في اتجاهات وسلوكيات الفرد، بالاضافه بقى نيجي تحسين الاداء وتقليل نسب الغياب والتمرد والى اخره، وتحسين الاشراف، حاجات كثيره يعني. اما نيجي ناخد جزئيه التدريب هنقولها. ولكن اذا كان اداء الموظف لا يتناسب مع المعايير المحدده سلفا اللي موجوده فيه، فده يعني حاجه الموظف ان مزيد من الكفاءه والمهاره. وده ما يقدمه او ما يتم من خلال برامج التدريب التي يراعى فيها تصميم موضوعاتها حاجه الموظف الى ذلك النوع من التدريب. فهنا طبعا اعرف ازاي هذا من عمليه توصيف الوظيفه، لان بيقول لي هنا ما يجب ان يكون به، وبين بشوف اداؤه كان فيه اي نوع من الانحراف، واعرف مواطن الضعف موجوده فين او المهاره اللي هو محتاجها، او مجال التطوير والتنميه يكون فين. بناء عليه عشان احدد هذا لازم يكون عندي عن الانشطه والاعمال اللي بيقوم بها الفرد وواجباته ومسؤولياته، عشان يبقى فيه هنا التوافق بين البرنامج التدريبي وبين طبيعه العمل اللي بيقوم بهذا الفرد. طب هذه البيانات بيحصل عليها مسؤول التدريب منين؟ من تحليل وتوصيف الوظائف، اللي هو الاعمال والواجبات والمسؤوليات. وبالتالي بيقارنها بالاداء اللي هو بيقوم بيه، يقدر يعرف ما هو الاحتياج التدريبي اللي لازم، هل بهدف الترقي؟ ولا بهدف تنميه مهارات؟ ولا بهدف اكساب مهارات جديده؟ ولا بهدف تفجير مهارات فرديه عند الفرد، المهاره الابداع والابتكار؟ يعني تبقى حسب هنا احتياجات كل فرد ما بتظهر لي البيانات بتاعتي، كل اللي فاخد بياناتي واعتمد عليها على تحليل الوظائف. نيجي مثلا في تحليل الاجور والحوافز. قلنا الاجر هو ما يحصل عليه الفرد مقابل الجهد او العمل، شق مادي وشق عيني. والحوافز بياخد مقابل جهد اضافي او مزيد من الانتاجيه لمزيد من الحاجة. حيث أن عملية تحليل الوظائف تتناول طبيعة العمل المطلوب في كل وظيفة وحجم مسؤوليتها والظروف التي تؤدى فيها وشروط شغلها، فإنها من ثم تعتبر وسيلة فعالة في تحديد مقدار الأجر المستحق لكل وظيفة. طبعا احنا بنقول هنا الأجر لازم يتناسب مع حجم مع طبيعة العمل ومع مخاطره مع مسؤولياته وحجم الايه الواجبات اللي بيقوم بيها ونوع المهاره اللازمه له. طب عشان احدد الاجر لازم ارجع لايه؟ التحليل وتوصيف الوظائف في كل المعلومات دي، تمدني بكل هذه المعلومات
وبناء عليها يبقى هنا خدت معايير، اصبحت المعلومات الموجوده هي معيار بالنسبه لي لضمان وضع هيكل عادل للامور. بالنسبه للحوافز ما برضه نفس الشيء، برجع اللي هو ما يجب ان يقوم به واللي هو قام به. طبعا اذا كان الام بي جهد زياده قام عن هو المطلوب، فطبعا اقدر الحافز يتناسب معاه. فاصبح عندي معايير موضوعيه تقدر الاداره تقنع بيها موظفيها، وبالتالي نتقلل من المشاكل اللي تحت زبان الاداره بين العاملين. عند الترقية والنقل، عملية تحليل الوظائف أساس جيد لترقية الموظفين، قدرتهم على تحمل مسؤوليات الوظائف وأعباءها. فكل ما أثبت الموظف جدارته في عمل معين، كلما كان ده مؤشر على قدرته لتحمل مسؤوليات وأعباء وظيفية أعلى في التنظيم. وبالتالي عملية الترقية بتبقى بناء أيضا على معايير. فعشان أرقي زي ما قلت رئيس قسم ومدير إدارة ومدير إدارة رئيس قطاع مثلا، يبقى لازم أرجع ما هي المهام الوظيفية وما هي المسؤوليات اللي بيقوم بيها هذا الشخص، وما إذا كان تتوفر الشخص هذه الشروط ولا لأ. وبالتالي يعني هو مؤهل للقيام بأعباء الوظيفة الجديدة ولا لأ. طبعا بتحقق هذه البيانات من تحليل وتوصيف الوظائف. ما ينطبق على الطريقة ينطبق أيضا على النقل. نيجي في تبسيط العمل. بمقارنة البيانات الموجودة في تحليل العمل بما يتم فعلا داخل الوظيفة، قد يتبين وجود أنشطة فعلية لا يجب القيام بها، ومن هنا يمكن الاستغناء عنها وبالتالي يتم التبسيط. هنا برضه أفرق بين كلمتين عشان ما يحصلش لبس عند الطالب، تبسيط الإجراءات وتنميط الإجراءات. تبسيط الإجراءات يعني اختصارها بحيث ان انا يعني ارشد الوقت، اقلل الوقت واقلل الجهد، وفي نفس الوقت اقلل التكلفه، ويؤدي الى اداء العمل بسرعه وفي الوقت المناسب. وبالتالي مع عمليه التنميط اللي هو نمذجه المستندات بحيث نعمل نماذج ممكن نرجع لها عند الحاجه ليه. فتبسيط العمل، تحليل وتوصيف الوظائف بيفيدني في امدادي بالمعلومات اللي تساعدني ان انا ابسط العمل بصوره لا تخل بجودته ولا تخل بالاداء بتاعه، من خلال دراسه خطوات العمل الاجرائيه لاداء هذا العمل، ونستبعد الخطوات اللي هي غير ضروريه، وبالتالي ممكن يؤدي الى او دمج بعض الاجراءات بعضها وبعض ممكن تؤدي الى ان بيقلل لي الوقت ويقلل الجهد، يوفر الجهد ويقلل الوقت ويقلل التكلفه. طبعا عشان اعمل هذا التخفيض في الاجراءات او تبسيطها برجع للمعلومات التفصيليه الموجوده في تحليل وتوصيف الوظائف عن كل وظيفه على حده. تطوير التنظيم، ان يوفر تحليل الوظيفه بيانات اساسيه عن مكونات الوظائف، ودي بيانات لازمه عند إحداث نوع من دمج أو فصل الوظائف في بعض الأقسام المنظمة، أو تغيير تركيبة الأقسام والإدارات بغرض التطوير. تطوير التنظيم قد ينتج عنه أحد البدائل التالية، قد ينتج عنه الاستغناء عن بعض الوظائف أو استبعادها نظرا لعدم الحاجة اللي في ظل الظروف الحالية، قد ينتج عنه دمج بعض الوظائف مع بعض اللي فيها نوع من التجانس والتشابه مع تبسيط طبيعه العمل فيها. قد ينتج عنه انشاء ادارات جديده تتمشى مع ادخال انظمه جديده او تكنولوجيا جديده. طبعا فتوفير تحليل الوظيفه بيديني بيانات كافيه ومتوفره عن مكونات كل وظيفه، وبيانات لازمه عن اذا كان محتاجين عمليه دمج ولا او فصل الوظائف بعضها وبعض، عشان هنا ما يحصلش نوع من الخلل الذي ينتج عنه مشاكل يعني. فتبقى عندي البيانات واضحه وبناء عليها بعمل عمليه التطوير التنظيم. النقطه الاخرى، ما هي خطوات عمليه تحليل وتوصيف الوظائف؟ اول خطوه ولا التخطيط للتحليل اللي هو بيعمل اورينتيشن تهيئه، تطلب القيام بالتخطيط لتحليل الوظائف
إن إحنا نمر بعدة مراحل. المرحلة وهي الإعداد والاستشارة، المرحلة التانية تحديد أنواع الوظائف، هنقولها على بعضهم بعدين نشرح واحدة واحدة. تحديد أنواع الوظائف التي يتم تحديدها، ثم اختيار الوظائف التي سيتم البدء بها، ثم تحديد الأشخاص الذين سيقومون بالتحليل والجهة التي ستنفذها. تعال نشوف الخطوة الأولى بقى، مرحلة الإعداد والاستشارة. ودي تعني هنا إيه؟ إن أنا أحدد كل المعلومات اللي أنا عايزاها، وفي نفس الوقت الاستعانة بجهات استشارية ذوي خبرات لي تفيدنا في عملية التخطيط للتحليل. ثم تطلب مني تحديد أنواع الوظائف اللي يتم تحليلها. هل يا ترى يعني أقول هبدأ بتحليل الوظائف الهيكل التنظيم ككل، ولا أبدأ بمستوى المستويات، وأنه واحدة منها هبدأ بيها؟ طبعا هو طبعا هنا باخد من كل مستوى اداري عدد من الوظائف وابتدي اعمل التحليل كنوع من التجربه. ليه؟ عشان لو قابلتني مشاكل اقدر اتلاشاها، وبالتالي اقدر هنا اعالجها في الخطوات التاليه. يختار الوظائف اللي تتم البدء بتحليلها. هبدا بانه وظائف اشرافيه ولا وظائف تنفيذيه، ولا هبدا بالوظائف اللي هي التكراريه. يعني هنا بتتوقف حسب امكانيات المنظمه. يعني هبدأ بيها كلها وأبدأ مستوى مستوى، وبالتالي طبعا بناء عليها كل ما بختار عدد محدود من الوظائف أبدأه كتجربة بالنسبة لي، وبعدين تنجح التجربة أعمم التجربة على بقية الوظائف الأخرى. تحديد الأشخاص الذين سيقومون بالتحليل والجهة التي ستنفذه. هنا طبعا نحتاج نختار ناس ذوي خبرة من الناحية العلمية والعملية ولهم ممارسات في القيام بهذه العمل. ناس قالوا إدارة الموارد البشرية تقوم بيها، المختصين بيها. الحقيقة صح، يعني قد تكون فيها بعض الكفاءات، ولكن قد تنقصهم الخبرة، ولكن ممكن نستعان بجهات استشارية. إنها ممكن بالإضافة للجنة من الداخل، يعني الاثنين يشتركوا مع بعض، إن أنا أخد من الداخل ومن الخارج. من الداخل هستفيد بإن هم يمدوني بمعلومات والبيانات باعتبارهم داخل الشركة، ومن الخارج استفيد بخبرات الناس المستشارين او اللي عندهم خبرات استشاريه في هذا المجال، وبالتالي هكون جمعت بين الخبره العمليه والخبره العلميه، ويبقى بالنسبه لنا يكون افضل احسن في تشكيل لجنه من الفريق. خطوات التنفيذ، عمليه التخطيط تتطلب التنفيذ الفعلي لعمليه تحليل الوظائف، قيام المراحل ايضا التاليه، شرح اهداف التحليل العاملين على كل مستويات. طبعا هنا شرح الاهداف العاملين عشان نوضح لهم الايجابيات، يعني التحليل ده هيفيدك انت مش هيضر، لان لازم ندرس طبيعه العمل بتاعتك ومسؤولياتها عشان تاخد تحدد لك الاجر يتناسب معاك. لان قد يلاحظ ان في بعض الوظائف عبء العمل محدود ولكن مرتباتها اعلى، بعض وظائف عبء العمل كبير ولكن مرتبتها متدنيه. الهدف منها ان احنا نحدد لك المرتب اللي يتناسب مع باقي الوظيفه ومسؤوليتها، وبالتالي تحصل على المزايا. طب هيقول لي افرض نتج عن التحليل انك هتضطر تخفضه مرتبي، واذا نتج عن التحليل ما تزوده مرتبي، في حاله الزياده هنزود وفقا لوضعها، لكن اللي هيجي بعد كده يتعين هو اللي هيطبق عليه الاسلوب الجديد في هذه العمليه. جمع البيانات اللازمه عن الوظائف اللي تتم تحليلها. طبعا البيانات اللازمه من داخل الشركه على الطبيعه، وبرجع طبعا كان في دليل للوظائف قبل كده برجع له في هذه العمليه. اعداد النموذج المبدئي لتحليل الوظيفه ومناقشته. طبعا قبل ما ابتدي اطرحه اشوف ايه البيانات بتاعته واناقشه مع المسؤولين على اساس لو حب يضيفوا اي شيء او يحذفوا شيء واضح. اعداد بعد كده النموذج النهائي ووصف الوظيفه واعتماده من الاداره عشان يبقى هو الوظيفه الكشف المعتمد يبقى موجود في سجلات المنظمه. هبتدي بقى تنوع، يعني هو عملها لنا مرحلتين، اديتك صوره مبسطه، ناخدها بقى بصوره اكثر تفصيلا. التخطيط للتحليل، قال لك مرحله الاعداد والاستشاره. تعتبر مرحلة الإعداد والاستشارة من أولى الخطوات الأساسية
في برنامج تحليل وتوصيف الوظائف، حيث يجب على القائم بالتحليل القيام بالأعمال، الإمام زي ما قلنا بالهيكل التنظيمي والمناخ السائد داخل التنظيم، تعرف على حقيقة أهداف الإدارة من خلال تحليل الوظيفة، عرض ومناقشة الطرق المختلفة لجمع المعلومات اللازمة للقيام بتحليل الوظيفة. هل هنستخدم أسلوب الملاحظة، خلي فريق عمل من الباحثين يقعدوا كده ملازم للفرد ويبتدي يسجل كل الحاجات اللي الأعمال بيقوم بيها، ولا ممكن نعمل صمم استقصاء ونوزعه، ولا نعمل لقاء مفتوح مع الموظفين، حسب طبعا دي كلها بتوقع حسب إمكانيات المنظمة. الخطوة التانية قلنا في التخطيط للتحليل إن هي تحديد أنواع الوظائف التي سيتم تحليلها. يجب أن يحدد مدير إدارة الموارد البشرية ما إذا كان التحليل الذي سوف يتم هيكون شامل زي ما قلنا كل الوظائف، أم أن الأفضل تكون البداية لنوع أو أكثر من الوظائف على سبيل التجربة. إذا ثبتت نجاحها يتم تعميم التجربة زي ما اتفقنا، ما خليش الخسارة كبيرة من البداية، لا أبدأ مثلا على وظيفتين إشرافيتين وثلاث وظائف تنفيذيتين أربع مثلا أعمل خدمات معاونة، وابتدي أعمل التحليل ليها وأوصفها توصيف كامل طبعا في التأكيد لغاية ما أوصل لمستوى معين وأشعر إن هي يعني تقابلني مشاكل ببتدي أذللها إلا أن أوصل لنتيجة معينة. بعد كده ثبت نجاح هذه التجربة أبتدي أعممها على الآخرين. تبدأ مع اختيار خطوة بعدها في التخطيط، اختيار الوظائف التي سيتم البدء بتحليلها. أبدأ بأن وظائف الإدارة العليا ولا وظائف الإدارة الوسطى ولا الدنيا؟ لك يمكن أن يكون التحليل شامل لكل الوظائف في المنظمات الصغيرة لأن حجمها صغير وعددهم محدودين، لكن في المنظمات الكبيرة الحجم قد يصل عدد العاملين لعشرات الألوف. فمن الأفضل أن يبدأ برنامج التحليل وتحليل الوظائف بالوظائف المتشابهة، مثلا زي الوظائف الكتابية ووظائف الفنية، ثم بتنتهي بالوظائف الإدارية الرئاسية والإدارية. لوظائف متشابهة زي ما تقول نوع من التدريب معنى أصح، وبالتالي هتعرف السيستم بتاعها، وبالتالي لما تيجي تطبق على الوظائف الرئاسيه والوظائف الاداريه يبقى اصبح في خبره، وبالتالي نتلاشى كل المشاكل اللي قابلتنا في الخطوات السابقه. الخطوه الرابعه في التخطيط تحديد الاشخاص الذين سيقومون بالتحليل والجهه التي ستنفذه. قلنا عندنا اكتر من جهه، قلنا الاعتماد على جهات استشاريه والجمع بين الاستشارة الخارجية وبين العاملين واعتماد على العاملين في المنظمة. على فكرة كل واحدة منها لها مزايا وعيوبها. لو اعتمدت على الجهة الاستشارية ذوي خبرات وممارسين وبالتالي هيبقوا كفاءة في أداء هذا العمل، ولكن تنقصهم المعلومة من داخل المنظمة وبالتالي قد يجد صعوبة في الحصول عليها، أو قد تكون المعلومات غير صحيحة فبالتالي هتبقى صعبة. حاجة تانية بتبقى مكلفة بالنسبة للشركة، ان تدفع طبعا مبالغ كبيرة جدا. وفي هذا العمل لو اعتمدت على العاملين النظام، العاملين قد يكونوا كفاءة بيشتغلوا في إدارة الموارد البشرية ولكن تنقصهم الخبرة، وبعدين قد تكون فيها تحيزات، يعني مثلا ممكن تبقى الوظيفة دي جاية مثلا يعني مجاملات بمعنى صح، الجانب الشخصي ممكن دخل فيفسد عملية التحليل. نيجي بقى من الأفضل ان احنا نجمع بين الاثنين، اللي جوه يدوني معظم البيانات اللي انا عايزاها تدسم بمصداقيه، والجهه الاستشاريه بخبرتها، الاثنين مع بعض يقدر نوصل لنتيجه ايجابيه. مع طبعا الاداره تخصص مكافاه للناس اللي هم من الداخل زي ما بتدي مكافئات للناس اللي هم الخارج. بعد عمليه التخطيط للتحليل تنفيذ التحليل، قلنا اول حاجه شرح اهداف التحليل للعاملين على كل مستوى، بمعنى نعرفوا الهدف انا بنعمل تسعى المنظمه الى تحقيقه من وراء عمليه تحليل ايه، حتى تضمن تعاونهم في اعطاء البيانات الحقيقيه عن طبيعه الوظائف التي يشغلونها، عشان يبقى عارف النتائج ايجابيه وليست تنتج عن نتائج سلبيه. الخطوه الثانيه جمع البيانات اللازمه عن الوظائف اللي يتم تحليلها. طبعا عندنا مصادر كثيره جدا للحصول على المعلومات المطلوبه،
هذه المصانع على سبيل المثال العاملون انفسهم والذين يشغلون الوظائف والاعمال التي سيتم تحليلها. عايزين ممكن يكون مبالغ فيه او مغالى فيه. ايضا الرؤساء المباشرين، المباشرين للوظائف المراد تحليلها وتوصيفها. طبعا بالتاكيد كل مدير عارف ما هو طبيعة عمل كل شخص، ما هو عيب العمل، وبالتالي يقدر يفهم. أيضا عن طريق ملاحظين يقعد إليهم بملاحظة كل وظيفة وجمع معلومات. أنا جنب فريق بحث كده وقعده جنب الموظف زي زله، يسجل لي كل كبيرة وصغيرة بيقوم بيها، وبالتالي اللجنة تاخد هذا الكلام وتنقحه، وبالتالي تعرف ما هو عبء العمل اللي يقوم بيه، وبالتالي ترسم عليه بقية استراتيجيات إدارة المؤهلات البشرية. ما هي الطرق المستخدمة في جمع البيانات اللازمة لتحليل الوظائف؟ عندنا عدة طرق. الملاحظة الشخصية المباشرة زي ما قلت كده، يقعد جنبه ويسجل كل شيء. عندنا المقابلات وتاخد عدة أشكال وعدة أنواع. عندنا المذكرات اليومية يسجل هو بيعمل إيه. أو عندنا استقصاء تنوزع على أكبر عدد من الموظفين يجي لنا الردود بتاعتهم ايه. طبعا في الملاحظة كل طريقة لها مزايا ولها عيوب. في الملاحظة الشخصية المباشرة طبعا لازم عندي فريق بحث زي ما قلت يكون متدرب على تسجيل البيانات ويسجل بيانات أول بأول وعنده خبرة في هذا المجال، ما يدخلش أي جوانب شخصية أو أي تحيزات في أثناء عملية التسجيل، وياخدوا البيانات دي ويحللوها ويدرسوها. المقابلات تعمل مقابلة مع الموظفين، وهذه المقابلة زي ما قلت تاخد عدة أشكال، مقابلة موجهة غير موجهة قننة. موجهة يعني محددة الأغراض وانت عليك تسأل الأسئلة وتسجلها. عيبها طبعا انها يعني ما احتمال تكون في بيانات ممكن لو ضفتها تدي نتائج اكثر نتائج احسن، ولكن مش من حقي ان انا اضيف. النوع الثاني من المقابلات غير موجهه، ان انا بقول له كلمني عن وظيفتك كده واللي انت بتشتغله وبتعمله. ممكن هنا الاسترسال ياخد الوقت وما يدينيش كل البيانات اللي انا عايزاها، اللي هي بقى المقننه اللي بتجمع بين المزايا الاثنين مع بعض. المذكرات اليومية بقول له كل حاجة بتعملها سجلها عشان بعد كده عايزين نشوف الكلام ده. استقصاء انا بصمم قائمة تساؤلات تدور حوالين الوظيفة وشروطها واعبائها ومسؤولياتها وواجباتها والى اخره، واطلب من الموظف يجاوبني عليها ويبعتها لي. طبعا دي فيها ميزة انها بتوزعها لاكبر عدد ممكن من الموظفين، ولكن عيبها انها ممكن تكون اطول من اللازم في امله او قصيره، ممكن تكون ايه اطول بتاع مبهمه وغير واضحه بالنسبه للفرد. ولكن رغم هذا الاستقصاء هو اكثر شيوعا كوسيله اساسيه، وممكن نستخدم بقيه احد الاساليب الاخرى كوسيله مكمله لايه للاستقصاء. ده جزئيه التحليل. تعال نشوف تصميم الوظيفه. احنا هنا بنعرف تصميم الوظيفة عبارة عن العملية الخاصة بهيكلة العمل وتصميم مهام هذا العمل التي يقوم بها الفرد أو مجموعة من الأفراد من أجل تحقيق أهداف الموظف. فتصميم الوظيفة بيتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بمال من، وتعني مواصفات شاغل من الذي سيقوم بهذه الوظيفة، ما هي الخصائص أو المواصفات شاغل هذه الوظيفة، ماذا، ما هي المهام المطلوب أداءها من هذا الشخص، أين، ما هو مكان، أين مكان الوظيفة في أنه مستوى من المستويات، متى، كلم عن وقت وأداء العمل، لماذا، ما هي الأهداف التنظيمية الأساسية للوظيفة؟ كيف؟ طريقة أداء الوظيفة؟ دي القرارات مرتبطة بعملية التصميم. هل التصميم بيحقق مزايا؟
طبعا بالتأكيد التصميم الجيد له مزايا عديدة. أولا بيزود درجة الرضا عن العمل، الموظف شايف يعرف يشتغل الوظيفة كأنها متفصلة عليه، فبيشعر كده بنوع من الرضا والقبول. اتنين بتقلل الشعور بالاغتراب الاجتماعي، الاغتراب الاجتماعي يعني الموظف قاعد في مكانه في شغله ولا حياته يعني ولا حي يعني مش عارف الدنيا فيها ايه. فطبعا هنا لما يبقى فيه تصميم جيد بيوضح له كل شيء. تقليل معدل دوران العمل، ودوران العمل يقصد بيه تسرب الكفاءات، زيادة الإنتاج والإنتاجية يؤدي لتحسين. الإنسان لما بيبقى راضي عن شغله عارف كل معلومة بالتالي بيشتغل بهو مبسوط ومستريح، وبالتالي بيزود الإنتاج ويزود في معدلات الأداء. هذه الوحدة ركزت على الأهداف اللي احنا قلناها، على المفهوم والأهمية، وضحنا الفرق بين المفاهيم الثلاثة اللي احنا قلناهم تحليل وتصميم وتوصيف. أيضا وضحنا أهمية تحليل الوظائف، وشرحنا الخطوات اللي بتتم بيها عملية التحليل، التخطيط للتحليل ثم التنفيذ، كل واحدة تشمل مجموعة من الخطوات. تناولنا عن الأساليب المستخدمة في عملية التحليل، تنوعات، مقابلات، استقصاء، مثلا لقاءات، ملاحظة شخصية، لكن ما اقدرش اقول هذه الوسائل تصلح لوحدها، لكن اي وسيلة من وسائل اخرى ممكن استخدم الاستقصاء او مقابلة كوسيلة اساسية واستعين بالوسائل الاخرى كوسائل تكملية، يعني ما تبقاش التانيين لوحدهم كفاية. ثم تناولنا ايضا تصميم الوظيفة من ناحية المفهوم، قلنا عبارة عن الانشطة او العمليات يقوم بها فرد او مجموعه من الافراد بشرط ان تجاوب لي على عده تساؤلات: من، لماذا، واين، ومتى، وكيف، ولماذا. وقلنا التصميم الجيد طبعا بيحقق مزايا كتيره جدا وضحناها، على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، الرضا، الروح المعنويه، بيقلل معدلات التلف والخسائر والحوادث، ويقلل من معدل دوران العمل، بيساعد ايضا على تحسين الاداء وجوده الانتاجيه، بيقلل من عمليه الاغتراب الاجتماعي لدى الفرد. طبعا غطينا كده الوحده التحليل والاستقصاء والتحليل والتوصيف والتصميم. هننقل للوحده الرابعه بتتكلم عن استقطاب واختيار العمل. هذه الوحده طبعا المفروض الطالب يحقق منها اهداف. الاهداف تتمثل في اولا مفهوم كل من وظيفة الاستقطاب والاختيار والأهمية، ركز على مزايا وعيوب مصادر ووسائل الاستقطاب، نتعرف على كيفية القيام بعملية الاختيار بشكل سليم، نحدد العائد والتكلفة من وظيفة الاستقطاب والاختيار. أهم العناصر تشملها هذه الوحدة هي مفهوم الاستقطاب وأهميته، مصادر الاستقطاب، فعالية وسائل ووسائل الاستقطاب، ثم هنتناول عملية الاختيار برضو الأهمية والهدف، ثم نتناول عن خطوات عملية الاختيار، وبعدين نتكلم عن العائد والتكلفة من وظيفتي الاستقطاب والاختيار. النقطة الأولى بتتكلم عن ماهية وأهمية الاستقطاب. تعرف عملية الاستقطاب بإيه؟ عملية البحث عن المرشحين الملائمين لشغل لملء الوظائف الشغالة في المنظمة، واستمالتهم وجذبهم، واختيار الأفضل منهم للعمل في هذه الوظائف. من هذا التعريف نجد أنه لكي يتم القيام بعملية الاستقطاب لابد من التحديد المسبق لما يلي: أولا توصيف شامل للوظائف فيما يتعلق بالوظائف الشغالة، وزي ما قلنا في الوحدة اللي فاتت هنتكلم عن التحليل والتوصيف، توصيف كامل من حيث الأعباء والمسؤوليات والواجبات والشروط والمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية. ليه؟ عشان ما ينزل سوق العمل يقدر يدور بصورة صحيحة. نمرة اتنين تخطيط مسبق للاحتياجات البشرية المطلوبة في المستقبل. عشان كده قلنا إن عملية الاستقطاب والاختيار امتداد طبيعي لتخطيط الموارد البشرية. يبقى انا لازم يكون عندي ايه، عارف بالظبط
خطة الموارد البشرية قايلة لي عايزة قد إيه من الأعداد ونوع المهارة المطلوبة من هذه الأعداد. يبقى شرط توصيف كامل للوظائف ثم تخطيط مسبق للاحتياجات البشرية المطلوبة في المستقبل. طيب النقطة التانية، ما هي مصادر ووسائل الاستقطاب؟ عندنا مصدرين، مصادر داخلية ومصادر خارجية، وكل منهم له مزاياه وله عيوب. نشوف كده المصادر الداخلية، تتكلم عن زي الإعلان الداخلي، العطاءات الوظيفية، ترقيات، النقل الداخلي، مخزون المهارات، الزملاء والمعارف والأصدقاء. يبقى داخلي بقى من داخل المنظمة، الإعلان الداخلي ساعات كده بتقول تعمل إعلان داخلي للي يرغب في هذه الوظيفة يتقدم منها، أو عن طريق أولياء أبناء العاملين برضه إعلان داخلي، أو عن طريق الزملاء والمعارف في العمل. ما تعرفش حد مثلا كذا له وظيفة كذا، يعرف يفهم في كذا تخصص كذا، فممكن دي كلها بتتم كده وده. أو عن طريق النقل الداخلي، في مثلا في زيادة في بعض الإدارات ممكن أنا أخدها وأشغل بيها الإدارات الأخرى. في حالة الترقيات، إن طالما اترقى مثلا مستوى أعلى خلاص، يبقى في هذه الحالة ممكن وسيلة من وسائل الاستقطاب، تعالى هنا هاخدك عندي أو هرقيك أو هديك كذا أو هديك زيادة في حاجات معينة. يبقى هو إيه؟ استقطاب أو جذبه للوظيفة اللي أنا عايزها. المصادر الخارجية اللي هي من سوق العمل، من خلال التقدم مباشر للمنظمة، يعني يروح الموظف بنفسه كده ويدخل المنظمة يقول لهم والله أنا معايا السي في دي، خدوا شوفوا إذا كان عندكم تنفعكم، أوكي أنا ما عنديش مانع. عن طريق الإعلان، الإعلان في قلنا في جريدتين رسميتين لمدة أسبوعين، موضح في الإعلان ويبقى فيه يتسم بالصدق والأمانة، موضح فيه مسمى الوظيفة، نوضح فيها طبيعة العمل بتاع هذه الوظيفة بصورة مختصرة جدا، نوضح فيها الأعباء مثلا المهام الوظيفية اللي هيقوم بها هذا الشخص، نوضح بيها الدرجة الوظيفية اللي هيقوم بيها، نوضح بيها إذا كان في مزايا هياخدها توضحها. أيضا العطاءات الوظيفية، إن هو بيبتدي يخشوا بقى في مجموعة تأدب وبعدين يختاروا منهم. الترقيات قلنا، النقل الداخلي، مخزون عن طريق الزملاء في العمل. المصادر الخارجية قلنا التقدم المباشر وقلنا الإعلان. وكالات ومكاتب التوظيف، بعض المكاتب خاصة تتم به توظيف الشباب سواء كان تبع الحكومة أو مكاتب خاصة، تاخد منه المؤهلات بتاعته والبيانات اللي هي عايزاها، بحيث لما يجي لها الوحدات الاقتصادية تكون محتاجة على علاقة بيهم تقدر تمدهم. المدارس والمعاهد والجامعات، ايوه ممكن احنا في جامعه القاهره بنعمل يوم التوظف في نهايه العام الدراسي، بنجيب مسؤول مجالس الاداره بتاع الشركات والبنوك والاخره، ويقعد كده مع الطلبه في لقاء، وبالتالي ممكن ياخدوهم تدريب عندهم فتره معينه الا ان يكتمل عنده المهاره او المستوى اللي عايزه يعني ياخدوهم. النقابات العماليه بعض الاحيان مارس دور، منظمات المهنيه بعض المهن المكاتب الشركات بتبقى متخصصه، الخدمه العسكريه، ثم الاخذ باراء الخبراء والاساتذه عن طريق النت. المعظم دلوقتي بيشتغل هنا شغل الوظائف عن طريق النت، وخاصه الشركات الكبيره اللي لها يعني وضع تنافسي في السوق، وبالتالي لغايه ما يوصل لغايه اخر مرحله من الاختبارات اللي بيقدموا له يبتدي يروح الشركه لانهاء هذه الاجراءات. عندنا مزايا وعيوب المصادر دي، هنخليها دي المره الجايه ان شاء الله نتكلم عنها بصوره اكثر تفصيلا، لان يبقى عندنا متسع من الوقت نتكلم معاها بصوره اكثر. والى لقاء اخر ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.